فيديو النهاردة هو مراجعة للتحديث الجديد لموقع المقاتلين. الموقع بقالنا 4 شهور شغالين عليه وبتكسب منه بشكل مجاني، مش محتاج منك انترنت على تليفونك، لان بكل بساطة ده موقع تعدين سحابي، بتسجل وبتستلم شخصية او مقاتل بشكل مجاني، هو بيعدل لك بشكل مجاني. ده اللي احنا كنا نعرفه عن الموقع. دلوقتي نزل تحديث جديد وبرضو الربح القديم لسه شغال. لو انت لسه قديم بقى هتكسب الاثنين، لو انت برضو لسه جديد فانت محظوظ، هتخش على الاثنين مباشر. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك. ندخل في الموضوع على طول. عشان تعمل حساب في الموقع رابط التسجيل هتلاقيه في اول تعليق وموجود عندنا في الوصف. بيفتح معاك ابو الصحاب بصفحه زي كده. طبعا صفحه التسجيل زي ما قلت لك هتلاقيها بالشكل ده، ولكن طبعا اهم حاجه، طبعا كل حاجه بتيجي من الخيارات او من 3 شروط من فوق، هتدوس عليها هتلاقي عندك تسجيل بالاحمر اللي هي تسجيل حساب جديد. اهم حاجه ما تعملش اكتر من حسابين، عشان لو عملت حسابين هيتحظروا لك الاثنين يا ابو الصحاب. زي الفل، بتكتب اليوزر نيم والايميل والباسورد مرتين، وبعد كده يا ابو الصحاب بتقول له انشاء حساب جديد. لو اليوزر نيم قال لك اسم لاتيني خلي الاسم كله مع بعض، ما تعملش فواصل. طبعا التحديث الجديد اللي احنا جايين نشرحه اللي هو بيديك شخصية، طبعا انا عملت لك كل حاجة متوثقها ازاي تعملها وكل حاجة بالتفاصيل، ولكن قبل ما نشرح التحديث الجديد خلينا نشرح للناس الجديدة ازاي تستفاد لو انت لسه داخل جديد وتكسب مجاني وتسحب مجاني. طبعا التحديث الجديد برضو تعديل، ولكن تعديل بيخليك تكسب لحد اكتر من 400% من التعديل، حاجة هتعجبك. اصلا الموقع كله لذيذ. طيب بالنسبة للناس الجديدة، انت عملت حساب هيفتح معاك بالشكل ده. اول حاجة عندك هيرو اللي احنا طبعا لسه شرحينها العلامة الجديدة، انما في العادي هتلاقي هنا علامة الاكس او بلاي اللي هو علامة التعديل. لو انت جديد هيفتح معاك بالشكل ده. خلينا بس معلش نشرح للناس الجديدة ازاي يشتغلوا. دي صفحة التعديل هتلاقيها فاضية، وادي عندك الرصيد فوق هتلاقيها تاخد من 5 لحد 100 ألف جوهرة. قول لي في التعليقات اخدت قد ايه، وما تنساش تكتب العدد اللي انت اخدته. طيب تشغل الشخصية ازاي؟ الشخصية او المقاتل هتلاقيهم في الاسفل، تفتح اللي يعجبك، لان انت بتاخد 5 لحد 100 ألف جوهرة، والتعدين بيظهر لك من هنا يا ابو الصحاب. ولكن هنا في ثغرة، بما انك انت لسه جديد، كل مقاتل عندك بياخد وقت بيعدن 24 ساعة مثلا، كل وقت بيعدن 3 ساعة. لو اشتريت مقاتل صغير هياخد الوقت كله ومش هيخليك تكسب كتير. فنصيحة مني اللي معاك، خزنهم لحد ما تشتري مقاتل كبير. ابدأ من بعد 1 مليون، اللي هو 1 مليون جوهرة عاملة 1 دولار. طبعا في ناس بتعمل اذاع في الموقع على طول وتشتري مقاتلين، ولكن الموقع مجاني 100%. فديت حاجة برضو للناس الجديدة عشان تبقى عارفة كل حاجة. انا مش هشرح كتير في القديم، ولكن برضو عشان تبقى عارف ازاي تفتح الشخصيات. بتجمع وبتكسب من هنا. طب بتجمع منين؟ ده بقى بالنسبة للجديد والقديم. كل حاجة بتيجي من عندك من القائمة من فوق. اعلانات. كل اي حد بيكتب لي في التعليقات عم احمد انا بكسب ضعيف، كل يوم بكسب 10 سنت، كل يوم بكسب 50 سنت. حضرتك افتح الاعلانات، جمع عندك، ما تشتريش حاجة، اجمع اعلانات، اقعد لك اسبوع مثلا نجمع اعلانات، وهتلاقي عندك مثلا 5 مليون 6 مليون جوهرة. اشتري بيهم بقى 5 من الكبار وريح دماغك، وهكذا كل اسبوع اشتري لك 5، هتلاقي عندك مجموعة كبيرة جدا. الاعلانات زي ما قلت لحضرتك، بتخش على الاعلانات وبتشاهد الاعلان، هي ديت اسهل منها مفيش. في الاسفل بتنزل من الاسفل بيقول لك في ارقام، الرقم بينتهي وبيظهر لك رقم بالاحمر. الرقم بالاحمر المفروض انك انت تشوف زيه فين بالارقام التانية، وبعد كده بتدوس عليه. ولحد دلوقتي نسيت تعمل لايك، شكرا مقدما على اللايك اللي انت هتخبطه دلوقتي. زي الفل، دي قصة الاعلانات. الاعلانات بتيجي من القائمة تاني خيار مشاهدة الاعلانات، وبتجدد كل 24 ساعة. ده بقى بالنسبة للناس الجديدة وبالنسبة للناس القديمة. ندخل بقى على الجديدة والصحاب، وما تنساش تعمل لايك يا زميلي. هنفتح معاك صفحة زي كده اللي هي صفحة هيرو. انا طبعا فتحت معايا نفس الصفحة بالشكل ده. اكيد انت طبعا دلوقتي اما تدوس هنا واما تعمل ويقول لك اشتري، فانت مش فاهم الدنيا عاملة ازاي، واكيد طبعا مستني يكون فري ينزل لك شرح، وده واجب عليا ان انا انزل لك شرح يا ابو الصحاب. الواجب بتاعك ان انت تعمل اللايك. القصة هنا عشان الخصها لك، بص احنا هنعمل دلوقتي شرح مبدئي، هنشرح الاساسيات، ولكن الهيرو او او الشخصية ديت اللي احنا هنجمعها ليها موال كبير قوي وربح كبير قوي، ولكن اقل حاجة هتعملها فيها ربح، فاطمن يا ابو الصحاب. كل شخصية بيقول لك ليها ليفل او ليها مستوى. طبعا انت عندك بيبقى مقفول بالقفل، وفي عندك بيبقى مفتوح. على سبيل المثال انا عندي هنا واحدة مفتوحة. ايه اللي مفتوح؟ عندي السيف
مفتوح. هنا عندي زي مثلا شخصيه فهجمعها، هجيب دلوقتي السيف هشوف السيف عامل قد ايه. السيف دلوقتي يا صاحبي عامل 200، استنى خلينا بس عشان اتاكد منه عامل كام. عامل دلوقتي 100,000 جوهره، يعني حاجه بسيطه جدا اقدر ان انا اشتريها بدون اي مشكله. فبقول له اشتري السيف. طبعا انا دفعت 100,000 جوهره هاخدها قد ايه يا عم احمد؟ هاخدها 400,000 جوهره، ما ترف بالميت كده، ده من غير ما تعلي الليفل. انما الشخصيه اللي انت هتشتريها هتكون في المستقبل صوره ان اف تي، والمعلومات ديت حصريا على كوين فري، هتتباع في المستقبل. انما دلوقتي ما تستنيش هتتباع ازاي. طيب انت القصه كلها انك انت بتكمل الشخصيات، وكل شخصيه عفوا الصور وكل صوره بيكون ليها سعر وبيكون ليها برضو ربح معين. طب نعمل ايه بالشخصيات دي يا عم احمد؟ اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنجمع الصور. الصور المتاح ليك بتجمعها، لو انت متاحه عندك تشتريها اشتريها، في ناس هتعمل ايداع براحتك، في ناس هتشتغل على المجاني تجمع اعلانات وتخزن برضو براحتك، وهنكسب منها. اقل حاجه هنعملها دلوقتي اللي هو هتخزن، يعني انت الشخص ده هنكمله. شوف انت بقى هتكمل بنطلون، هتكمل سلاح، هتكمل اي حاجه. لو انت مش اللي عندك مش مفتوح، معناها ان انت لازم تتشاهد اعلانات عشان تعلي الليفل او تعمل ايداع، عندك الاثنين اللي يعجبك. ولكن انا انصحك لو انت مش معاك فلوس اشتغل في المجاني افضل، ان هو كده كده اصلا الموقع مجاني ومش مطلوب منك تعمل ايداع عشان تسحب، يعني اصلا كده بتسحب مجاني. طيب فكره بقى الموقع ده ايه؟ الصور زي ما قلت لك هتكون ان اف تي وتتباع، والصور بتتعلى، يعني انت مثلا كل صوره بتاخد منها 400% ممكن تكسب لحد 1000%، وده اللي هشرحه لك في الفيديو الجديد، عشان ده لازم كل حاجه تكون متوثقه عندنا. زي ما انت عارف لازم اشرح لك الحاجه وانا عملتها على نفسي، عشان لما اجي اشرح لك اعرف انا بشرح على ايه. طيب زي الفل يا ابو الصحاب، زي الفل. هنا في المعدل انا باخد كل ثانيه جوهره، يعني كل ثانيه في شوف انت بقى اليوم في كام ثانيه، فانا باخد جوهره. احسب بقى يعني كله هيوصل 88,000 جوهره، عاملين 88 دولار. طب انا صرفت قد ايه على عشان اكمل الشخصيه؟ تقريبا صرفت 18 17 دولار من الجواهر، واللي انا هكسبه كله 88، بالاضافه ان انا اقدر اسحب كل مره، بالاضافه انا معايا صور ان اف تي اللي هتكون في المستقبل، او صور ليا بتعدل لي مدى الحياه، ومدى الحياه اقصد بيها لحد ما الموقع يقفل. هيقفل امتى؟ اعتقد انت شفت الموقع بعينك، موقع شغالين عليه وبيتعبوا عليه، والموقع هيكمل، فمش محتاج ان انا اقول لك هيكمل، لان احنا بقالنا فتره كبيره عليه. هتلاقي صور تحت كده وشخصيات، دي بقى هتكون في الفيديو الجديد ابو الصحاب، عشان ديت كل صوره بتاخدها منهم بتديك زي كده باكج تفتحه وانت بتعمل شويه حاجات سلسه كده، هقولها لك في الفيديو الجديد عشان تبقى عارفها. انما في الاسفل هتلاقي الاسئله لو انت عايز تسال سؤال مثلا، او اجابتك هتلاقيها هناك. بالنسبه بقى لعمليه السحب والايداع من الموقع، بالنسبة للسحب طبعا هو تاني خيار، انما الايداع هتحط فلوس في الموقع يعني بيكون من اول خيار. 100 مليون جوهرة اللي هي 1.6 عاملة 1 دولار من اي عملة. شوف انت هتشحن بايه، ولو عندك مشكلة في الشحن او مش عارف تشحن تقدر تكلمني على قناة تليجرام، تروح هتلاقيها موجودة في اول تعليق، تدخل على رابطة البيع والشراء او اليوزر البيع والشراء، شوف انت هتدفع لي من اي منصة عملات رقمية واحنا بنشحن لك على الموقع مباشرة. الكلام ده لازم تدخل عليه من الرابط في الاسفل، عشان في قنوات عاملة زينا ومع نفس الاسم زينا، وطبعا بينصبوا على الناس زي ما طبعا حضرتك شايف. شوف انت هتسحب على ايه. بالنسبة للسحب كل العملات موجودة، كل العملات دلوقتي موجودة. انا بسحب على باير طبعا كالمعتاد، فبقول له سحب. احنا ساحبين على الموقع لحد دلوقتي 1900 او 1800 كلهم متوثقين عندنا في الفيديوهات. بس يا الصحاب دي فكره النهارده، شرحت لك التحديث الجديد، وكمان الناس الجديده اللي لسه داخله الفيديو شرحت لك ازاي تكسب بشكل مجاني وتسحب برضو بشكل مجاني. لو وصلت معانا لحد كده ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد في الفيديو الجديد يا الصحاب، عشان عارفك هتستنى التحديث الجديد.